هاخدكم بقى لعيد الحب، يعني يا رب تكونوا قضيتوا عيد حب جميل ويوم رومانسي لطيف الناس بتحاول تعبر. لكن الغريب فيه بقى حاجه غريبه قوي، عاده يعني احنا في عيد الحب مطربين ومطربات يطرحوا اغاني كده رومانسيه لطيفه، يكون بتتكلم كده عن مشاعر لطيفه ويكون فيها مشاعر للحب، فيها دفى كده وفيها يعني انسانيات وفيها مشاعر بسيطه حتى للحب. لكن السنه دي اغلب الاغاني اللي موجوده الحقيقه بتتكلم عن حالات هجر وفراق وحزن وندم واللي راح واللي مشي واللي هجرني واللي سابني، حالة غريبة جدا. في الوقت ده احنا طول السنة بنسمع أغاني فيها إيقاع وتنطيط وهسة وكل حاجة، لكن بتلاقي كده المطربين ماشيين بقى إيه في سكة تانية. إيه اللي حصل وإيه المبرر وليه بمنتهى البساطة الأغنية البسيطة اللي هي فيها حاجة لذيذة، يعني أغاني كده زي اللي كنا بنسمعها يعني بتاعت الزمن اللي فات، حتى وبلاش اللي فات القريب، يعني تملي معاك مثلا منير لما يغني، لما النسيم يعدي، حاجات كده بسيطة، لما وردة تغني العيون السود، لما الست أم كلثوم تغني يا ودارت الأيام وقابلتك ونسيت أني خاصمتك، حاجات اللي احنا متعودين عليها فيها رومانسيات. الناقد الموسيقي محمد شميس، مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا أستاذ شكري، كل سنة طيبة. هو حضرتك طيب، كل عيد حب وإحنا طيبين يا رب دايما يا رب. الحب راح فين؟ ايه الحكايه؟ حتى الحب ما بقاش حد عايز يعبر عنه. انا مستغرب جدا فعلا، المفروض دي مناسبه عاطفيه، المفروض يبقى ليها اغاني مخصوصه، خصوصا ان احنا معظم الاغاني اللي بنقدمها عواطف كلها في الاول والاخر، ما فيهاش اي بعد اجتماعي. ايوه، فكنا منتظرين فعلا ان يبقى في اغاني فعلا فين اللي هو على قد الشوق اللي في عيونك يا حبيبي، الحاجات دي بطلت ولا ايه؟ ما هو دي حاجة أنا مستغربها، خصوصا إن إحنا دلوقتي ما بقاش كمان في صناعة للألبومات، فمفروض إن إحنا بننزل أغاني سينجل. كنت متصور إن الفنانين هيبقى عندهم يستغلوا المناسبة دي إن هم ينزلوا أغاني عاطفية بالمفهوم الطبيعي اللي ليه علاقة بالحب، اللي هو في اتنين بيحبوا بعض، مش أغاني واحد زعلان من واحدة أو واحدة زعلانة من واحد. والحقيقة إن الأغاني اللي نزلت الشهر ده يعني متزامنة مع عيد الحب، اغلبهم فيها زي ما حضرتك قلتي كده في المقدمه بتاعت المداخله، ما فيهاش مشاعر. حتى في الراب يعني ليجسي كان منزل اغنيه بيقول فيها مش ده اللي اخترته، يعني كان برضو بيعاتب نفسه ان هو اختار بنت. طب قول لي، يعني هي اصلها ظاهره، هي فكره انه الحاله الانسانيه البسيطه ما بقتش بتعجب، يعني فكره انه يبقى في يعني حاله انسانيه ومشاعر بسيطه لطيفه ما بقتش بتشد، هو بقى بيشد الهجر والخناق وزي ما بيقول والدموع يعني ما بقاش فيه الحاله الانسانيه. هل ده حاله بقت موجوده في المجتمع ولا هو كسل؟ بص انا ما اقدرش اقول برضو كده قوي، لان يعني في عمرو دياب عامل عزيز شافعي كاتب له كلمات تعتبر لطيفة جدا بنستخدمها بشكل يومي، أول مرة تتعبر عنها في أغنية، فما أقدرش أقول برضو كده. بس إحنا برضو المهرجانات لما نزلت وحققت نجاحات جماهيرية، ابتدت الأغاني العاطفية فيها نوع من اللي هو الاستعلاء شوية، اللي هو أنا يعني أنا أقدر أعيش من غيرك واللي يمشي يمشي. أيوة، أنا أقدر أعيش من غيرك وأبقى أدور على حد تاني أحبه بقى للعيد الحب اللي بعده يعني. بالظبط كده. كده يعني. ما فيهاش الكلام ده، عكس زمان فعلا، مش من زمان قوي يعني، أنا فاكر 2005 مثلا كان عمرو دياب في عيد الحب لما نزل كان منزل الكليب بتاع وماله. ايوه صح. سيريس دانس يعني بسيطه جدا، ويعني بتفاصيلها لما نيجي نحللها طبعا اغنيه صعبه، بس انا اقصد مرادفاتها واضحه ومباشره، اتنين بيحبوا بعض بيتكلموا مع بعض. في الاغاني اللي نزلت بقى في 2023 ما اقدرش اقول ان مثلا غير انغام هي اللي في اغنيه خليني شويه معاك اللي كان كاتبها امير طعيمه وملحنها وموزعها خالد عز، دي اكتر اغنيه يعني دي الاغنيه الوحيده اللي فيها مشاعر حب، يعني خليني معاك يعني مش انا لا فيها هجر ولا بالظبط. الباقي برضو فيه حب وكل حاجه، بس اللي انا اقصد ليها مناسبه ان اثنين متفقين مع بعض وبيكلموا بعض مفيش غير انغام تقريبا واحمد باتشان. ايوه صح. عمرو دياب برضو مقدم حاجه حلوه اللي هي بطمن عليك. عزيز شافعي الصراحه الاغاني اللي بيكتبها وبيلحنها لنفسه بيقدر يستخدم فيها الكلمات اللي احنا بنستخدمها بشكل طبيعي في الحياه اليوميه طبعا، زي مثلا وكلمه بطمن عليك يعني فيها مشاعر يعني لطيفه، اللي هو طمني عليك انت كويس كده يعني. فيها برضو الكلمات اللي هو مش عايز اي حاجه انا بطمن عليك، انا والدتي مثلا بتكلمني يوميا
عشان صحفي وبتاع، بتاخر احيانا في الشغل، فبتقول لي انا مش عايز اي حاجه، فبقول لها لا هو انا تمام. فحاجه زي كده اول مره مفرده زي كده تبقى موجوده في اغنيه، دي موجوده زي ما كانت لا موجوده بس برضو في اغنيه زي عايزه ما اقول لك حاجه، انت عندك اغنيه للست نجاة اسمها اطمن يا حبيبي صح اطمن، يعني يعني في بالظبط. برضو المعنى ده كان موجود يعني. هو فعلا المعنى مش قد ما يعني قد ممكن ما يكون الناس شايفاه ان هو بسيط او ما فيهوش مثلا لغه شعريه، قد ما هو بيكون طريقه التعبير عنه عامله ازاي، صحيح هي دي اللي بتفرق يعني. اكيد عزيز في الاغاني اللي بيكتبها ولحنها نفسه دي بيبقى شاطر فيها جدا، طبعا، هو عزيز بيقدر الشافعي يعبر فيها شاطر في الموضوع ده مع عمرو دياب. وموهوب واكيد يعني. خلاص احنا نستنى لو انت كده عيد الحب الجاي يمكن يعني الدنيا تختلف شوية. الناقد الموسيقي محمد شميس بشكرك شكرا جزيلا.